بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت أعمال النسخة الخامسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال مايكرو شباب، والذي نظمته جمعية المستقبل الشبابية باستضافة من جامعة البحرين. نعم، وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد إن مملكة البحرين تفخر كثيرا بالعنصر الشبابي وما يمتلكه من طاقات كبيرة تمكنه من تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات. ولقد حرصت البحرين وبتوجيهات من جلالة الملك المعظم على دعم الجهود لتمكين الشباب اقتصاديا ومن المشاركة في بناء وتنمية المجتمع. وتابع سموه إن حرص واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على توفير الدعم للشباب والاستثمار فيه يعد أحد أهم الاستراتيجيات التي رسمها سموه وتنفذها الحكومة الموقرة من خلال البرامج والمشاريع التي تمنح الشباب فرصة الدخول إلى عالم ريادة الأعمال. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد: كما نثمن الجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد لتمكين الشباب للمشاركة في المجال الاقتصادي عبر الخطط والبرامج التي أطلقها سموه والتي ساهمت في دعم تواجد الشباب ومشاركتهم في تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال في المملكة. وأشاد سموه بجهود جمعية المستقبل الشبابية الجهة المنظمة في الإعداد والتحضير لإقامة هذه النسخة، مقدرا جهود جامعة البحرين في استضافتها لهذا الملتقى الذي يعكس حرص الجامعة على احتضان الفعاليات الشبابية من خلال مكتب مبادرات في جامعة البحرين التي تعزز الإبداع والابتكار والثقافة لدى طلاب الجامعة، مقدرا سموه المشاركة الواسعة من قبل المختصين والأكاديميين والباحثين في مختلف مجالات ريادة الأعمال. هذا وألقى سعادة الدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين كلمة أشاد بها بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لأعمال النسخة الخامسة من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال مايكرو شباب، تلتها كلمة للسيد صباح عبد الرحمن الزياني رئيس جمعية المستقبل الشبابية، أكد فيها أن الرعاية الكريمة من سموه لملتقى مايكرو شباب يشكل الدافع الأكبر لنجاحه واستمراره في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي ختام الحفل كرم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الجهات الراعية والداعمة للملتقى.